مازال فاطمة من الرباط. لالا فاطمة صباح الخير. صباح الخير بنتي لاباس. كيفاش على خير؟ برك حوشتك ولو مؤخرا. لا فوق ما كان مازال حوشتك. ما عرفتش سميتك اسمحي لي. غيزلان غيزلان. غيزلان البارح الاخت ديالي تقدم لك واحد الكتف ديال العراضة ولا ديال مناسبة العيد البصيرة في عمري ملعقدة الكتف. ماشي باينة. كيشي اوكي الكتف ناخذوه ونقيوه من الشحمه ومن اي حاجه وداك الطابه ديال الجزار اللي كيكون فيه زرق نحيدوه بليله في الليل حيت غدا نطيبو ندهنوه بشويه ديال البيضه وشويه ديال الزيت بين معلقه صغيره وزعفران الشعره ونطحون ولا محكوك وشويه سكر كبير ما نكثروش صافي ردو بجوج يبات بلا ملحه يبات لغد ليه عاود نزيد له شويه ديال الملحه ونحطوها في الطنجرة فوق بصيلة صغيرة مشربة تكون بيضة ماشي حمراء عاشي بزاف 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 وشوية الماء نقليوه ولكن مخلوش يتحرق بشوية نقلبوه من بعد نديرو الماء اللي يكفينا ونديرو الغطاية ونديرو داك المعيار اللي تقل على الغطاية ونخليوه يطيب كل مرة نديرو شوية الماء في الجنين يكون طايب حتى يطيب ونتكوه مرة مرة نتكوه منين يطيب ويقرب يمشي شوية زعما صافي طاب كناخدو واحد تبصيل ديال الطاولة يكون عامر غير تبصيل دوك اللي كنديرو السربيس فوق الطاولة عامر بالبصيلة الصغار ولكن مثقوبين محلولين من الداخل خاويين خاويين شنو فيهم فيهم واحد العقدة دلود ما فيها لا سكر لا قرفة غير الطحون ولكن فيه شوية المسكة حرة مطحونة ديك المسكة فقط غير المسكة بوحدها فقط تحلوه معاها مع ديك العقدة اي اللوز كيتطحن يتعجن مع ديك حتى يتطحن اللوز نزيدو شوية المسكة حرة مطحونة ونديروهم بحال صبيعات صغيرة اللي يقدروا يدخلوا في هذيك البصيلة وديك البصيلة كتكون خضراء طيبنا خضراء اي خضراء 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 ملي نديرو ديك البصيلة نحيدو الكتف ونحطوه في الفران ولا نخليوه في الطنجرة ونزيد البصيلة اللي معمرين ديك العقدة اللي بالمسكة فقط ويبقاو يطيبو يطيبو ما نخليهمش يهراو صافي غير يطيبو نطفيو العافية ونقدموه وبالصحة والراحة ياك لالا تبارك الله عليك نعطيك شي حاجة أخرى